يمكن نتكلم على هاد الخائنين، خائن الوطن اللي حرقوا الرايه المغربيه، ما عارفينش هاد الرايه الوطنيه اللي الناس كابحت فيها وتقاتلوا عليها على هاد الرايه. حنا على اساس نحرقوا هاد الرايه؟ علاش؟ حنا عندنا حب الوطن، عندنا مالكنا وعندنا الوطن تاعنا. الرايه ما تلمسهاش، ما تلمس الرايه. علاش تلمسها اخي الرايه؟ علاش؟ علاش تلمسي هاد الرايه؟ الرايه وطنيه، راه حب تاع الوطن. علاش تلمسيها اختي؟ علاش؟ هذا عار عليكم، عار عار. كون عرفت قيمه الرايه اللي الناس كربصوا عليها وضحوا عليها. انت راك جيتي البارح، انت بنت البارح، بنت الالفين. ها الناس عندها التاريخ، عندها الجدود، عندها الاخر. باش هذا الرايه خصها باش نحتفظوا على هذا البلاد تاعنا. السلام عليكم، انا شاب مغربي من مدينه وجده، كنبغي نوصل واحد الميساج لهذيك اللي مشات حرقت لنا الدرابو ديال المغرب. عيب وعار تكوني بنت المغرب، انت خائنه للوطن وحس بها الله ونعم الوكيل. حنا كتجينا غير على هذه البلاد، واخا الحمد لله راكم شفتوا المعيشه والظروف الاجتماعيه في هذه البلاد، جامي وصلنا لهذاك النيفو باش نحرقوا الدرابو ديالنا. انا السلام عليكم، انا كمواطن مجدي بالنسبه للقضيه ديال ديك الناشطه الامازيغيه اللي حرقت العلم الوطني بباريس، انه ما كانش خص توصل انه تحرق الرايه ديال المغرب، حيت هذاك الرايه هو رمز ديال الوطن والرمز اللي ضحاو عليه اجدادنا باش انه المغرب خدلتنا على ما وقع بنزيله حقي العالم المغربي على بلادنا. اولا يجب ان اذكر بحادثه من حوادث وقعت في احدى الدول المجاوره، بحيث هم بعض المواطنين بتمزيق علم دوله اخرى في بهو مؤسسه عموميه، فتمت معاقبته باداء غرامه ماليه مقدارها تقريبا 1000 اورو مع عقوبه حبسيه موقوفه التنفيذ بثلاثه اشهر. هذا يدل على ان العمل الشنيع الذي قام به عمل في الدول التي تحترم نفسها يجب ان يعاقب عليه. لذلك ندعو الدول التي وقع فيها ما وقع ان تعاقب هذا الشخص وان تعاقبه باقصى العقوبات، لان الاساءه الى العلم الوطني هو اساءه الى تاريخ، هو اساءه الى جغرافيا، هو اساءه الى شعب، هو اساءه الى مقدس من المقدسات التي نحملها جميعا في قلوبنا.